السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا فيكم بقناتكم أحلى مواقف شطرنج. عملنا من كام يوم فيديو عن جامبيت الملك، فإجانا تعليق من الأخت جازمين روز عم تسأل عن جامبيت سلافيو، كيف فينا نلعب أفضل نقلات باللون الأبيض. خلينا نشوف بالأول شو هو جامبيت سلافيو. طبعا جامبيت الملك ببلش بالنقلة E4، فرح نرد عليه بالنقلة E5. فجامبيت الملك طبعا F4 رح ناكل، الآن نايت على F3 والنقلة G5، وبرجع بأكد هذا أفضل رد على جامبيت الملك. فهون لاعب الأبيض رح يلعب الفيل على C4، فاللاعب الأسود هون رح يلعب النقلة G4 طالبا الحصان وطالبا أنه يعطي كيش بالوزير. فهون لاعب الأبيض رح يلعب النايت على E5. هذا التفريع عزيزي المشاهد هو ما يسمى بجامبيت سلافيو. هون لاعب الأسود رح يلعب الكوين على H4 مع كيش، وطبعا عزيزي المشاهد الآن صار في عنا أفضلية للاعب الأسود. الآن لاعب الأسود ضحى بهذا البيدق ورح يأخذ القلعة. طبعا كش الملك الآن رح يروح على الاف، والآن نقلة قوية جدا جدا وهي النايت على C6. هون اللاعب الأسود ضحى بهذا البيدق مع القلعة أيضا، فهون رح ياخدها اللاعب الأبيض، وهون رح يجي عنا الفيل. طبعا لعبنا نقلة الحصان بالأول حتى نمنع البيدق من أنه يتقدم. طبعا شرحت أنا كل هذا الشيء بفيديوهين عن جامبيت الملك. فهون سؤال أنه شو أفضل نقلات للاعب الأبيض. الحقيقة أنه أوريدي الآن صارت الأفضلية للاعب الأسود، يعني ما فينا ننقذ الموقف كتير إلا أنه بدنا نرجع للخلف لنلعب نقلات أفضل من اللي لعبناه. هلأ رح نشوف مباريات على هذا الخط، ولكن شو اللي بنصح فيه أنا؟ أولا بالأساس أنا ما بنصح تلعب جامبيت الملك. جامبيت الملك صار يعني افتتاح مهجور، وكبار اللاعبين ما عاد يلعبوا، واللاعب الأسود المحضر جيدا صار عنده ردود على كل خياراته، فجامبيت الملك يعني لا ينصح فيه. هلأ هون بهذا الخط اللي شفنا اللاعب الأبيض أخذ بالحصان، ربما الأفضل أنك تأخذ بالفيل مع كيش. الملك رح يروح على E7، الآن رح تكسر الحصان، رح يأخذ بأي من البيدقين ما بتفرق، والفيل رح يرجع على B3. تقريبا الأفضلية بسيطة جدا للاعب الأسود، ولكن الوضع مانو بخطورة الموقف السابق، فإذا هاد ربما يكون خيار أفضل للاعب الأبيض. نرجع شوي بعد نقلة G5، قلنا اللاعب الأبيض بجانبيت سلافيو رح يلعب الفيل. لا، أنا بفضل نقلة أفضل، وبتوقع هي أفضل نقلة عند اللاعب الأبيض بهذا الموقف، النقلة H4. فالآن في حال تقدم بالبيدق طلب الحصان، رح نروح بالحصان على E4، وأيضا يعني صار في عنا تهديد لاسترجاع البيدق اللي ضحينا فيه، والوضع جيد بالنسبة للاعب الأبيض، فربما يكون هذا خيار جيد أيضا للاعب الأبيض. نرجع عنا خيار جيد أيضا، فهون إذا بدك تلعب الفيل فرح نلعب النقلة G4. شفنا إذا جامبيت سلافيو لعب النايت، لا هون في عنا نقلة ربما تكون أفضل وأخطر، وخاصة لمحبي اللعب الهجومي، هي التبييت عزيزي المشاهد، تضحية بالحصان. فهون رح ناخذ الحصان ورح يجي الوزير. لاحظ الآن هذا بيدق صار ضعيف جدا، العمود F مفتوح وفي عنا ضغط شديد على البيدق F7، فاللاعب الأبيض عنده أكثر من تعويض عن خسارة الحصان. فهذا من الخطوط الجميلة جدا للرد على جامبيت سلافيو. نرجع شوي، المباريات القديمة كانوا يلعبوا جامبيت سلافيو، ليش؟ لأنه هون لاعب الأسود بعد هاي النقلة كيش الملك رح يروح على الإف، وبدنا هذا البيدق. لاعب الأسود هون ما كان يعرف تفريع النايت ثم الفيل، فهون كل المباريات القديمة حتى من أبطال العالم، حتى وليام شتاينتيز بطل العالم الأول كان يلعب النايت على H6 لحتى يحمي البيدق هاد، وبالتالي يعني يعطي المبادرة للاعب الأبيض ويعطي وقت لحتى يضبط صفوفه، فكان هذا الافتتاح يصير مقبول نوعا ما. في هذا الموقف في عندي مباراة جميلة جدا جدا لواحد من عباقرة الشطرنج بالعصر الرومانسي، هو أدولف أندرسون ضد خصم عنيد له وهو زاكر تورت. طبعا مباراة مليئة بالتضحيات والإثارة والأكشن، رح أحللها غدا إن شاء الله بفيديو مستقل، انتظرنا غدا لنشوف هالمباراة الرائعة. ولكن بالنقلات السابقة اللي شفناها النايت والفيل يعني صارت الأفضلية للاعب الأسود.
لذلك ما بنصح بجامبيت الملك اساسا، وما بنصح بهذا التفريع ايضا اذا بدك تلعب جامبيت الملك. الان خلينا نشوف مباراه جميله جدا 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 لعبتها انا بهذا التفريع، وكان فيها يعني تكتيك جميل، فوصلنا لهذا الموقف. والان انا لعبت النايت، ضحيت بالبيدق مثل ما بنعرف فاخذ، ولعبت الفيل بدي كشمات طبعا، فالان خصمي غلط وحرك الوزير على الاي 2، لازم يحرك الوزير على الاي 1، هي النقلة الافضل. هون غلط قاتل، النقلة اف 3 رح تكون مدمرة، ولكن انا ما شفتها هون فورا، ولعبت مثل ما اني حافظ انك لازم تلعب النقلة دي لحتى تفتح للفيل، فهون يعني كان ممكن يدارك اللاعب الابيض وضعه شوي، ولكن ما تداركه وراح اكل البيدق، فهون انتبهت على الفكرة والان لعبت النقلة اف 3. طبعا اكل البيدق، واكلت البيدق، الان عندي تهديدين خطيرين، طالب الوزير وطالب انه اعطي كش مدمرة بالفيل، فالوزير فعلا اخذ البيدق طبعا كيش، ومثل ما انك شايف الملك عنده خانة واحدة فقط، او انه يضحي بالوزير، فراح بالملك على الاي 2، فهون راح العب الفيل على الجي 4 رابطا الوزير. شوف شو راح يصير بالوزير، فالان بياخذ القلعة، فما راح اخذ الوزير الان، راح اعطي كيش طبعا، الوزير مربوط، فالملك راح يروح على الدي 3، راح اعطي كيش ايضا بشوكي على الوزير. لاحظ الوزير المسكين مهدد بالحصان، مهدد بالفيل، ومهدد بالوزير، ولكن له عمر ما بتقتله شدة، الوزير راح يضل على قيد الحياة، الملك راح يروح على السي 3، راح اعطي كيش من الدي 4، الملك راح يروح على البي 3، والان كيش مات، وهي من اعنف المباريات اللي لعبتها بحياتي ب 16 نقلة، كيش مات جميلة جدا مع الوزير اللي كان ساقط بثلاث قطاع، فجامبيت قوي جدا ضد جامبيت الملك. هذا هو الفيديو لليوم، ان شاء الله يكون في معلومات كافية، وبتمنى تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، وفي وسائل الدفع المادي الانتساب وزر شكرا ورابط الباي بال تحت، رابط محفظة الباير ايضا. شكرا لمتابعتكم، نلتقي مجددا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.